بقدرتك الشفاء لا نرجو إلا إليك ولا نشكو غيرك إليك نشكو ما نزل بنا وبعلمائنا الكرام بساداتنا العظام خاصة بسلطان العلماء من كل داء وإلا وخوف وضعف اللهم أنت الشافي أنت الكافي أنت المعافي يا الله اللهم اشفنا واشف علماءنا واشف آباءنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومشايخنا وأزواجنا وأولادنا وإخوتنا وأخواتنا وأقاربنا وأصحابنا وتلاميذنا واشف سلطان العلماء يا الله اشف سلطان العلماء إنك تعلم أمر أهلنا وأمر اللهم الظاهرية والباطنية والجسمانية والروحانية والشيطانية لا يعلمها إلا أنت ولا يشفيها إلا أنت اللهم اشفنا وإياهم في سلطان العلماء شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما اللهم ارزقنا وإياهم صحة كاملة وعافية تامة بركة دائمة وعمرا مديدا في طاعتك ومرضاتك وخدمة دينك يا ذا الجلال والإكرام اللهم طول أعمارنا وأعمارهم وعمر أستاذنا سلطان العلماء مع الصحة والعافية في طاعتك ومرضاتك وخدمة دينك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا حفيظ لا ينسى يا من نعمته لا تحصى يا من له الأسماء الحسنى يا حفيظ لا حفظ لنا إلا حفظك احفظنا واحفظ آباءنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومشايخنا وأزواجنا وأولادنا واحفظ إخوتنا وأخواتنا واحفظ من أحاطت شفقة قلوبنا وقلوبهم واحفظ علماءنا واحفظ سلطان العلماء واحفظ سلطان العلماء واحفظ سلطان العلماء واحفظ إخواننا من كل آفة ونقمة وآحة ومصيبة وقهب وبلية وشدة وسرقة وسهر وحسد وقيمة ونميمة ومن كل ما تكره لا ترضى من كل ما نخاف هادر ومن كل شماتة الأعداء ومن كل عيب ونقصان من كل خسارة وخسران بما حفظت به أنبياءك وأولياءك بما حفظت به الذكر فإنك قلت في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله خير حافظا وارحم الراهبين فالله خير حافظا وارحم الراهبين فالله خير حافظا وارحم الراهبين ارحم الراهبين يا الله نغلق ورطغلق حاسن ملوك